هذا القنفذ فيضة الذئاب دخل. طبعا تجي ذئاب هنا، يجي أنواع من الطيور، في ما شاء الله مكان للماء للشرب، وهذا صديق البيئة منه القنفذ. هذا مهم. طبعا اختفى الآن، يسوي نفسه كأنه مو موجود وهو موجود. مساك الله بالخير يا حلو. شوكة غريب، يمسك بعض الأفاعي معذيلها ثم يسكر نفس كذا ويبدأ يأكلها من الداخل. هي المسكينة تبدأ تضربه مع الشوك دفاع، ما يقدر المسكين، فهذاك أصلا يموت، ثم يبدأ يأكله شوي شوي. طبعا ما يأكل الأفاعي الضخمة، لأنواع من الأفاعي والعقارب يعني غذاء ممتاز، فدوره مهم، يعتبر صديق البيئة وصديق المزارع أيضا. فحينما تشاهده لا تذبحه ولا تقول له أي شيء. مساك الله بالخير. يا أخي ما أجمل الحياة الفطرية لما نشاهدها أمامنا. هذا القنفذ عاد كيف لو تشوف غزال وتشوف حيوانات أخرى وأنت في المنتزهات البرية؟ شيء ثاني. يلا يلا يلا، مع السلامة، فمان الله، ودعتك الله، الله يحفظك. هذه فيضة الذئاب ما شاء الله. هذا الرشاد طالع، وأنواع كثيرة، هذه الطيور أشكالها وأنواعها موجودة في هذه المنطقة. مزروع أيضا أشجار طلحة هنا. نقطف هالتوت، ما دريت الا هالحلو انه سيد قنفذ. مرحبا، ايش تبي تاكل توت قبل لا تموت؟ يا اهي بكي بكي بو. وش يسوي ده؟ ولا هو جميل. والله فم خشمة حمر من التوت أمام شجرة التوت. وجميل حليل. والله هالشجرة ذي مباركة.
يعني الطيور تاكل من ثمرها، وهذا ابو الشباب تحت جاي يتمشى يقول ايش عندكم. طيب اذكر القنفذ اذا جينا هندس، انت ورا ما تندس، الظاهر ان هذا خبل القنافذ. يا عاكن امك ما جابت ولد، قصدي ما جابت قنفذ. يمكنني ما شفتك يعني، ها؟ يعني من ده الحين حركات، تراه ممتاز بالمزارع لقتل الأفاعي والعقارب. إنه يتسلل إن هذه الأذان المفانيس. إنه وين راح؟ وين راح؟ وين راح؟ أيوة اندس الحين، كني ما أشوف، كني ما أشوف. أهلين مرحبا. أهلين الأذان المفانيس. شكلها بيدخل طبعا، ياخذ الأفعى يمسكها كذا ثم ياكل ذيلها وهي تبدأ تقرصه منه ومنه وهو يكور بنفسه. فيك خير اضربي شوف، ورك ورك ورك، مطرح ما تروح وراك. يا أخي نبي نشوف الزينة، ما حد مدحك. صح الناس يمدحون غزلان، بس أنا يا أخي هنبسط بالحياة الفطرية، لأنك أنت عنصر مهم. هل يقتلك ذا خبل مجنون؟ راح عندنا ناس ملقف ضيعوا الحياة الفطرية كلها، ما أدري ليه. يا سلام يا حلوة الجميل، ويك يا ويلي. إيه بس اندس، والله ما أقولك شيء، أنا عبيد، أنا حبيبك، صديق البيئة. أنت عبيد؟ إيه أنا عبيد. أنا ماذا أتيت هنا؟ أنا لا أعلم ماذا أتيت هنا، ولكنني أحب الحياة. ولا دول عور يا ابن الحلال. شوك شوك، أنا خايف يا الخبل، مهب منا الدرب. تعال تعال تعال، أوديك أوديك. تبي تندس عني؟ ها أمسك. تعال تعال، أكور نفسه، كور نفسه. شايفين؟ هذا الخبل من القنافذ، ما يندس، يطلع راسه. بعضهم دهين يجلس ساعة ساعتين ويطلع لك. هذا الآن مكور نفسه، شوكة. ها شوف 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 الخبل، يا عكنا صغير ذا. ترى عندنا أنواع من القنافذ على فكرة، في هذا فاتح وفيه نوع يجيك غامق. أيوة أيوة أها. سمع الباب، اسمع صوته. أيوه. خلاص خلاص، شرط ما أقولك شيء. تعال شرط. يا ويس خايف، شكله عجيب غريب. أيوه. لا لا لا، ليه ترش عليه موي؟ حرام. يلا شو شو الرجال طلعت بعد شوية الأذان المفانيسي. يا حلي كوكو زينة، تباركة التوتة يوم شفناك. أنت حلو يا ناس، الحياة الفطرية والله حلوة. أنا ما أدري اللي يذبحون الحيوانات بالعراق بالسعودية بالشام في كل البلاد العربية، ما أدري ليش في بعض الحيوانات لا تؤكل أصلاً، يصيدونها مجرد العبث، وبعضهم يصيد صيد جائر. ليه يا الحبيب خربت حتى مهنة الصيد؟ ليش يا جماعة؟ زين إنهم حطوا المحميات الآن الملكية، وحطوا الآن غرامات قوية على هذه المخلوقات، صرنا يعني مثل الدول المتقدمة. أصلاً حنا قبل الدول المتقدمة، رسولنا الكريم قال في كل كبد رطبة أجر، ومن لا يرحم لا يرحم. لذلك هذه المخلوقات دعوها تعيش بسلام، إن شاء الله نشوف الغزلان وراك. خلاص خلاص تلقاه يقول يا ابن الحلال فكني، ما عاد أبي محاضرات. أبشر 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 يا حليل، أغرب قنفذ أشوفه يفتح نفسه، الثنيات لا ما يطلع أبد. أيوة أيوة خلاص خلاص، أبي أنزلك وأحقك علي. خلاص أبشر 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 يا طول العمر، أبشر أبشر، ولا تزعل ولا تزعل. ها فك يا شيخ. طيب فك وفك.
طيب ابشر ها يلا خلاص خله تعال 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 خله يروح يلا روح روح حبيبي روح روح حبيبي روح خله 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 يروح خله يروح استأنس ينبسط مع السلامة باي باي والله مخه شديد حنا التوت يطبع فينا وهذا شوف سوى بلي حليلة باي باي راح تلقى يقول ينحش 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 الحمد لله اني افتكيت منهم ينحش هذا مهبل احمد ربك انك طحت فينا لو طحت بواحد ثاني كان اكشر لا ترى في شبابنا الخير في ناس ابرك منا واحسن منا احنا مسلمين وديننا دين الرحمة والهمجي واللي يدمر اكيد لكل قاعدة شواذ ولكن ترى في امتنا فيها والله الخير ويجب واجب علينا ايضا تعليمهم واجب علينا تعليمهم